نظرية تدخل الدولة لإنقاذ الاقتصاد من الركود ليس بالضرورة تصوراً اشتراكياً، وجون مينارد كينز صاحب النظرية الكنزية الذي دعا إلى تدخل الحكومة للمساعدة في التغلب على انخفاض الطلب الكلي للحد من البطالة وزيادة النمو ليس اشتراكياً هو الآخر، ولكن التأميم يجعل الأمر قريباً جداً. فمنذ الكساد العظيم الذي عاشه الاقتصاد العالمي وخاصة في الولايات المتحدة في الثلاثينيات من القرن الماضي، أصبحت فكرة تدخل الدولة عنصراً حيوياً في الانتعاش الاقتصادي. ومع الأزمة الاقتصادية الراهنة، يبدو التأميم خياراً واقعياً في مواجهة الفشل المحتمل للعديد من كبرى الشركات لتجنب الإفلاس وتسريح ملايين العمال. الحزم المالية الضخمة التي قررت الحكومات الغربية تقديمها للشركات تنطوي على استعدادين متفاوتين، الأول لإنقاذ الشركات القادرة على الاستمرار، والثاني شراء الشركات التي تواجه الإفلاس. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان من أول من أشاروا إلى إمكانية تقديم أموال للشركات الكبرى مثل بوينغ أكبر منتج للطائرات في العالم مقابل أسهم في ملكية الشركة. وقال وزير المالية الفرنسي برونو لوميير إن الحكومة أعدت قائمة بالشركات التي قد تحتاج إلى دعم الدولة تتراوح بين ضخ رأس المال والتأميم التام، وذلك بعد أن أغلقت شركات فرنسية عدة مثل رينو ومجموعة بي اس اي لتصنيع السيارات وميشلان لصنع الإطارات المطاطية مصانعها في فرنسا، فيما علقت إيرباص إنتاجها في فرنسا وإسبانيا. وفي إيطاليا أعلنت حكومة جوزيبي كونتي أنها مستعدة لتأميم شركة الخطوط الجوية أليتاليا المتخبطة منذ سنوات في إطار الإجراءات الاقتصادية الطارئة المتخذة في ظل تفشي وباء كورونا. كما أعلن وزير المال الألماني أولاف شولتز أن الحكومة سوف تقوم بمنح قروض مضمونة تصل إلى 822 مليار يورو لمساعدة المؤسسات على معالجة مشاكلها المالية وتعزيز رأس مالها، ومضمونة يعني أنها قابلة للاسترداد أو أن تكون بمثابة أسهم لشراء حصص. كما تبحث الحكومة البريطانية إدارة شبكة سكك الحديد بدلاً من الشركات التي تولتها في مسعى لضمان استمرار عمل الخدمات لشركات القطارات. وسبق للحكومة البريطانية أن أنقذت مصرف لويدز بشراء حصص فيه خلال أزمة عام 2008، وتمكنت من بيعها مؤخراً مع بعض الأرباح. الركود في الولايات المتحدة وأوروبا يبدو أمراً محتوماً، ووحدها الدولة مثلما كان الأمر أيام الكساد العظيم هي التي تملك القدرة والمال على أن تكون قوة الإنقاذ الكلي للاقتصاد.